استفدنا اليوم من المطبخ اليوناني، عنا السوفلاكي، سوفلاكي دجاج. هون عندي كيلو صدر دجاج قطعته مربعات كيوبس، ربع كباية زيت زيتون، ربع كباية لبن، ربع كباية ليمون عصير ليمون، ربع كباية خل. عندي ثوم مهروس، هون برش حامض. والبهارات عندي ملعقة كبيرة أوريغانو، عندي كزبرة ملعقة صغيرة، بابريكا مدخنة ملعقة صغيرة، ثوم وبصل بودرة ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة، ملح نص ملعقة صغيرة، وهون بهار أسود. هول هن النقع. هلا نية بدي حطهم بقلب هلا كل هالمواد بدي حطهم تننقع. هون الليمون الحامض، عندي ثوم، خل، برش حامض، كل هالتوابل. منجيب الويسك نخلطهم كتير منيح. نرجع منجيب الدجاج، نخلطهم منيح مع بعضهم. انا قبل ليلة بحب انقع، بخلي 24 ساعة، او اذا مستعجلة تاني نهار مثلا فيكن قبل ساعتين قبل ساعة، اهم شي بتخلوا الساعة تقريبا. هلا بغطي وبخليه بقلب البراد. حميت الفرن على 200 متل ما بتشوفوا، صفيت حد بعضهم طلعوا كمية. هون تقريبا كيلو صدر الدجاج، بدهم 30-35 دقيقة بالفرن حسب. بعد مرور 35 دقيقة شلنا من الفرن، طلعوا كريسبي من برا جوسي من جوا. مثل ما عم تشوفوا عملنا الساندويتش جيرو او جيرو. هون الصوص تاتيكي، الخبز بيتا بريد، هون الدجاج مع الخضرة. بتمنى تجربوا. اذا عجبكم الفيديو عملوا اشتراك بقناتي. اكيد بيتقدم معهم خبز بيتا بريد.